بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعنوان القمر نورا. وجد العلماء حديثا أن القمر جسم بارد يعكس الشمس التي تعتبر جسما ملتهبا، ولذلك فقد عبر القرآن بكلمة دقيقة عن القمر ووصفه بأنه نور. أما الشمس فقد وصفها الله بأنها ضياء، والنور هو ضوء بلا حرارة ينعكس عن سطح القمر، أما الضياء فهو ضوء بحرارة تبثها الشمس. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة يونس آية 5: من كان يعلم زمن نزول القرآن أن القمر جسم بارد. أن هذه الآيات لتشهد على صدق كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.